ولنقاش ملف سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية وانعكاسات ذلك على الأمن العراقي والاقتصاد العراقي أيضا، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي دكتور حامد الصراف. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. دكتور، وفقا لموقع المونيتور فإن ميليشيا الحشد تهرب بضائع إيرانية من منافذ حدودية في كردستان العراق، كيف يفسر إصرار الميليشيات على سيطرة على هذه المنافذ رغم انتهاء ما يعرف بالحرب على الإرهاب؟ مساء الخير عليكم جميعا مرة ثانية، شكرا لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة عملية السيطرة على المنافذ خصوصا في شرقي من العراق، يعني الحدود العراقية الإيرانية اللي تمتد إلى أكثر من 458 كيلومتر، عملية ليست بالسهلة، خصوصا وأن هناك ميليشيات يعني تهيمن على هذه المدن. على سبيل المثال في السليمانية هناك بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني اللي احد قادتها هو السيد رئيس الجمهوريه برهان صالح. في الوسط هناك مقاتلي فيلق بدر. في الجنوب خليط من الميليشيات حزب الله والنجباء والى اخره وغيرهم والعصائب. لذلك هذه الميليشيات كلها الحقيقه او معظمها عندها مصالح مع ايران. والهدف من هذا التهريب هو كسر طوق الحصار الدولي على ايران من جهه، من جهه ثانيه ايضا هذه الميليشيات تعتاش على المنافذ الحدوديه بشكل واضح عبر تهريب كل انواع المواد منها النفط والمخدرات والمواد الغذائيه وغيرها. وحتى نشوف العمله ايضا، ما زالت العمله الصعبه تهرب الى ايران بوجود ما يسموه مزاد العمله اللي يتاح مجال لهم ان تكون هناك مكاتب خاصه لهم تستولي على العمله الصعبه. نعم دكتور. دكتور، على غرار المنافذ الحدودية المعروفة، كشفت مصادر صحفية عن منافذ غير شرعية تستخدمها هذه الميليشيات لتهريب السلع الإيرانية، ما مدى انعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي العراقي؟ ما هو هذه المشكلة، يعني المنافذ الحدودية يفترض أن تكون مصادر تمويل للاقتصاد العراقي، مع انخفاض أسعار البترول هناك شحة في الموارد، لذلك المنافذ الحدودية يفترض أنه هناك جمارك حقيقية تابعة للدولة وكل الموارد تعود إلى خزينة الدولة. لكنه احنا شفنا من 2003 لحد الآن هيمنة هذه الميليشيات واستيلائها ليس على فقط المنافذ وإنما حتى على كل مرافق الحياة الاقتصادية والإعلامية كميليشيات الأمنية والعسكرية. هناك دمج في المؤسسات حتى العسكرية النظامية، يعني على سبيل المثال أنا أجيب لكم في ديالة اللي عين استبدل شخص كان ينتمي إلى فصيل مسلح، الآن بدلوه بفصيل مسلح آخر هو يشرف على المنافذ الحدودية. لذلك العملية ليست بالسهلة، العملية تحتاج إلى فعلا أيادي نظيفة، تحتاج إلى السلطات العراقية، وأنا أشك أنه الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والبرلمان ورئاسة الوزراء، أن تقوم بكفاءة الطبقة التي عاجلا أم آجلا. هذا هو هذا الحقيقة، هي المعادلة الصعبة اللي يعيشها شعبنا. دكتور، كيف انعكست العقوبات الأمريكية على إيران على هذه ربما إضافة إلى كل النقاط التي ذكرتها، كيف انعكست العقوبات الأمريكية على إيران في مزيد من التهريب على المنافذ الحدودية؟ أنا ذكرت قبل شوية أن هناك حتى تهريب نفط، كان حتى هناك تهريب للنفط الإيراني يباع على أساس هو نفط عراقي، لكن هذه المصادر أصبحت الآن أكثر شحة من السابق. الحصار الإيراني أصبح خان على إيران، أصبح خانق الحصار الدولي، خصوصا أنه بدأ يتجدد الآن منذ اليوم أو البارح. بومبيو وزير خارجية أشار إلى أن هناك ستكون جولة
قادمة شديدة الوطأة على إيران في عقوبات دولية جديدة. بس أنا أيضا أرجع إلى يعني الوضع العراقي، الوضع العراقي أيضا لا نحسد عليه، لأنه شحة الموارد هذه، انخفاض سعر النفط، الأزمة الاقتصادية، وباء كورونا وغيرها من الأزمات الآن أيضا فرضت يعني سيطرتها على التفكير بحل سريع بالمشكلة. ولذلك ذهب رئيس الجمهورية إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة يستنجد، وهذا هو الحقيقة أنا أعتبره من مظاهر الخزي والعار على مسؤول عراقي أن يكون تحت يديه كل المستلزمات لقمع هذه المافيات الفساد، من دستور إلى قوانين إلى سلطة حتى ولو كانت صلاحياته هو محدودة، لكن هناك سلطة رئيس وزراء وسلطة أيضا سلطة تشريعية لمجلس النواب أن تكشف ملفات الفساد وتكشف حيتان الفساد وتضعهم في السجون وتحاكمهم وتسترد الأموال، مئات المليارات هربت، مئات المليارات استولوا عليها حيتان الفساد في العراق بحدود 400 مليار دولار. هذه تعالج مشاكل العراق لسنوات قادمة، لكن للأسف الشديد هذا الفشل الحقيقة الواضح في الرئاسات الثلاث وفي كل مجمل الطبقة السياسية الفاسدة الآن ثبت أنه لا حل إلا باستمرار ثورة تشرين، اللي هي صحت هذه الرئاسات بأنه القادم أسوأ، والشعب العراقي لا يصبر كثيرا على هذا الظلم ولا على سرقة ثرواته. ولذلك أنا أقول هناك هيئة سياسية للانتفاضة، لانتفاضة تشرين، سوف تبدأ من الآن فصاعدا بفعلا فتح ملفات الفساد. قضية الفساد أصبحت الآن هي المفصل المهم اللي يفصل الشعب العراقي عن الطبقة السياسية وحتى عن العوامل الخارجية. وأنا أقولها بصراحة عبر قناتكم الموقرة أنه لا يمكن لهذه الطبقة ولهذه السلطات أن تقمع وتسترد أموال العراق إلا بدعم الشعب العراقي، بدور واضح للشعب العراقي اللي هو الحقيقة ثار على الظلم وثار على الفساد منذ أكتوبر العام الماضي. الحديث عن الشعب العراقي يقودنا للسلاح الذي يعد أحد أهم العناصر التي يتم تهريبها بطريقة غير شرعية من هذه المنافذ الحدودية، ويهدد أمن الشعب العراقي والعديد من المؤسسات الحكومية وكذلك البعثات الدبلوماسية. كيف تفسر هذه الصلاحيات المفقودة للدولة بفرض سيطرتها وسيادتها على هذه المنافذ؟ هذه هي من جملة الأمور اللي أثيرت خلال اليومين الأخيرين، يعني في رسالة واضحة من وزير الخارجية الأمريكي بومبيو لما فرض على رئيس الجمهورية أن هو يكون له دور خاص في حماية السفارات، وألا التهديد كان واضح أن تغلق السفارة الأمريكية أبوابها، وهذا طبعا معناها أنه بداية لغلق سفارات أيضا غربية، وبالتالي يعني يبدأ العراق يتعرض إلى حصار جديد، حصار دبلوماسي، حصار اقتصادي، حتى حصار سياسي ممكن يكون هناك أيضا. أنا أعتقد يعني تداعياتها تكون كبيرة جدا حتى بالمجال العسكري، لأنه احنا لا ننسى هناك أيضا منافذ حدودية في المنطقة الغربية ضربت من قبل قوات لم تعرف، من قبل طائرات مسيرة في القائم وغيرها. أنا أعتقد الدور القادم سيكون على المنافذ الحدودية على الحدود العراقية الإيرانية. أنا أخشى على شعبنا من أنه هو راح يدفع ثمن هذه المغامرات وهذا التلكؤ اللي تعاني من عند السلطات الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان، في الحد من نشاط الميليشيات تحت ستار الحشد الشعبي. أنا أكررها، هذه الميليشيات ومافيات الفساد الآن تستخدم الحشد الشعبي الذي انتهى دوره بشكل واضح بعد هزيمة داعش. يفترض الآن أن تكشف هذه الملفات. الشعب العراقي ضاق الأمرين على يد الفساد والإرهاب. لذلك أنا أكرر بأنه القادم من الأيام سيكون أكثر قساوة على شعبنا إذا استمرت الحالة. يكون هناك حصار دبلوماسي، حصار اقتصادي، وممكن يكون أيضا هناك عمليات عسكرية لا يمكن أن الشعب العراقي يسكت عنها. لذلك أنا أيضا أستنهض الهمم عند شبابنا بأن الانتفاضة يجب أن تتجدد لاستكمال
مراحل الأخيرة في إسقاط الطبقة السياسية الفاسدة وإنهاء هذه العملية السياسية المشوهة التي أتت بمجمل الفاسدين وميليشياتهم ومافياتهم، لأنه أمريكا يعني اللي مثل ما يقولون يعني جنت على نفسها براقش من جابت هذه السلطات في 2003، سوف تعيد الكرة مرة ثانية للقيام بعمليات لا مصلحة لشعبنا فيها على الإطلاق، لا ببقاء الفساد ولا ببقاء الميليشيات ولا حتى ببقاء الحشد. يجب أن كل هذه القطاعات تدمج أو تحل، يعني ويكون هناك جيش نظامي واحد وقوات مسلحة واحدة هي اللي تحمي الدولة، هي اللي تحمي الحدود، هي اللي تحمي المنافذ الحدودية. شكرا جزيلا، وإلا لك الدورة مستمرة إلى أن تنتصر. شكرا جزيلا لكم. شكرا دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب.